السلام عليكم وأهلا بكم إلى أوراق مصرية تبحث في نتائج جمعة استرداد الثورة والمواجهة أو الصدام بين المجلس العسكري والقوى السياسية بشأن الانتخابات والطوارئ وتسليم السلطة للمدنيين. فهل خطف العسكر حقا الثورة وأصبحوا يسعون إلى الاحتفاظ بالسلطة بدليل رفضهم إعلان تاريخ لتسليم السلطة للمدنيين وكذلك الجدول الزمني المطول للانتخابات والذي لن يجتمع بموجبه البرلمان الجديد إلا في شهر مارس المقبل أي بعد نحو شهرين من انتهاء الانتخابات؟ أم أن المؤسسة العسكرية تبقى الجهة الوحيدة القادرة على تحمل أعباء المرحلة الانتقالية والعبور بالوطن إلى بر الأمان ويحق لها أن تمدد فترة الحكم الانتقالي بما يسمح بانتقال سلس وآمن للسلطة؟ وهل يجب أن نقلق حقا من نشوء ديكتاتورية عسكرية خاصة بعد مصادرة 3 صحف في أسبوع واحد في تذكير بأيام مبارك؟ وهل العسكر من اختطف الثورة حقا أم بعض القوى السياسية الطامحة إلى امتلاك اليد العليا في كتابة الدستور أم بعض الانتهازيين من السياسيين والإعلاميين الذين لم ينطقوا حرفا ضد نظام مبارك قبل 25 من يناير وفجأة أصبحوا وزراء ورؤساء أحزاب ومستشارين حكوميين ونجوم فضائيات؟ ولكن من قال أن الثورة خطفت؟ بل من قال أنها يمكن أن تخطف أصلا؟ أليس ممكنا أنها تعطلت قليلا وستواصل مسيرتها؟ وعما سيسفر الصدام بين العسكر والقوى السياسية حول قوانين الانتخابات؟ مصر على حافة المجهول مرة أخرى، فإلى أين تتجه؟ نتطلع للاستماع إلى آرائكم قبل نهاية البرنامج. أهلا بكم مجددا وأرحب بضيفي الدكتور عزت أبو مصطفى من التحالف المصري في أوروبا والأستاذ عبد الله حمودة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم وشكرا على المشاركة. لو بدأت بك أستاذ عبد الله، يعني هذه الجمعة استرداد الثورة شهدت شعارات قوية تطالب برحيل المجلس العسكري بإلغاء الطوارئ بتسليم السلطة قبل نهاية شهر فبراير المقبل بدعوى أن عاما واحدا يعني يكفي لنقل السلطة للمدنيين. ما مدى واقعية هذه المطالب في ظل الموقف المعروف طبعا للمجلس العسكري؟ المشكلة هي أن يعني قرارات الموقف العسكري تتسم بالتردد والتخبط والعجز عن تفهم الموقف أو التفاعل معه بشكل موضوعي. القضية بدأت في أعقاب تولي المجلس العسكري ووعوده بتبني مطالب الثورة والعمل على تحقيقها، ثم تدرج الأمر بالمماطلة في تقديم مبارك ورموز حكمه للمحاكمة، وخصوصا بالنسبة لقضية الشهداء الذين سقطوا ضحايا في هذه الثورة، حتى تصور البعض أن المجلس العسكري يريد أن يواصل نظام مبارك بشكل أو بآخر. ومن ثم وصل التحليل إلى حالة هي أن بالنسبة للمجلس العسكري الثورة انتهت بالإطاحة بمبارك لعدة أسباب، منها أنه كان ضد نظام التوريث ونقل الرئاسة منصب الرئاسة على وجه التحديد إلى رئيس مدني، وخاصة جمال مبارك. النقطة الثانية هي أن مبارك أصبح عبئا على المجلس العسكري بسبب عجزه عن إدارة شؤون البلاد وترك القضية تماما في إيد جمال مبارك وأبناء يعني والشلة بتاعته. النقطة الثالثة هي الخشية من أن يؤدي كل ذلك إلى فقدان المؤسسة العسكرية دورها الذي ترى أنه ضامن للاستقرار وللأمن في البلاد. هذا لم يكن مرغوبا من الشعب في الوقت الذي أصبح فيه الشعب قادرا على الكلام ويرى نفسه مؤهلا
بقواه السياسية المتعددة للعب الدور الأساسي، بحيث يتحول العسكر إلى جهاز حامي لأمن الوطن وليس بالضرورة حاكما للوطن. وفي هذا الوقت بدأت تظهر الشروخ في العلاقة بين المجلس العسكري وبين الشعب. نقطة تانية شديدة الأهمية، وهي تغيير تركيب النسيج الاجتماعي للمتواجدين في ميدان التحرير في جمعات متعاقبة، حيث أن التيار الإسلامي بوجه عام عزف عن المشاركة. الشباب من أبناء الطبقة الوسطى الذين لديهم وظائف وكانوا يتطلعون إلى الحرية والإصلاح السياسي بأكثر من الإصلاح الاجتماعي، أيضا ذهبوا إلى أعمالهم، وبقي المستحقون الحقيقيون للثورة من أبناء الطبقات الفقيرة الحاصلون على شهادات جامعية عليا والمؤهلون للتوظيف، والذين ظلوا خارج سوق العمل لمدة تصل إلى 15 سنة بعد تخرجهم. للأسف الشديد كانت الرؤية لهؤلاء على أنهم من البلطجية من وجهة نظر البعض، وذلك لمجرد أن مظهرهم فقيرا، وهذا خطأ فاحش. طيب، يعني معناها في رأيك أنها ليست مطالب واقعية؟ يعني لا يمكن أن نتوقع أنه المجلس العسكري هيقول خلاص هنسلم السلطة في فبراير، لأنه أصلا حسب الجدول الزمني للانتخابات كما أعلن سيجتمع مجلس الشعب للمرة الأولى في شهر مارس، في 17 مارس، مع أن الانتخابات يعني ستنتهي في شهر يناير، يعني في شهرين بين نهاية الانتخابات وانعقاد البرلمان للمرة الأولى. ولا بالنسبة طبعا لموضوع الطوارئ، ان هم عايزين الغاء فوري باعتبار انه الطوارئ انتهت فعليا يوم 30 سبتمبر حسب الاعلان الدستوري اللي هو طلعه المجلس العسكري نفسه. يعني دكتور عزت، في ظل هذا الصدام انه ليس متوقعا انه يستجيب المجلس، يعني ايه اللي هيحصل؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، والله انا مش شايف ان في صدام فعلا، يعني لسه الامر لسه ما فيش صدام، لكن في استشعار صدام، يعني في يعني في يعني نقدر نقول كده ان في بدايه صدام، في استشعار يعني عندنا. انما انا شايف ان الصدام لم يبدا واتمنى الا يحدث، انما لان الثوره ما زالت لحد اللحظه دي سلميه. لا، هو صدام سياسي، احنا أيوة على عارفين صدام سياسي، وليس معنى السياسي طبعا سيؤدي. احنا لا نريد اي شيء غير سياسي، هو فقط سياسي وسلمي كل كلامنا. يعني اذا كان صدام سياسي فما زالت في خلاف، يعني سميني خلاف، مؤكد ان في خلاف شديد سياسي، وده طبعا ناتج من ان المجلس العسكري لم يكن مؤهلا لتحمل هذه المسؤوليه، ولا نلوم في هذا، لكن يعني يبدو ان الامر جاء اسرع مما يتوقع، والمجلس العسكري امامه مشاكل، ودلوقتي احس بالمسؤوليه اكثر مما مضى، فعنده مشاكل كثيره، كل يوم المشاكل بتزيد، وكل يوم بتفتح له جبهات، فهو يبدو ان المجلس العسكري عايز يقفل الشغلانه بسرعه، يعني يقدر ان هو يعني يتحكم في الامور، ولكن الامور يعني هذه النقطه بالذات، يعني ازاي ان هو عايز يقفل الامور بسرعه؟ يعني هذا ما قيل لنا في البدايه، ان المجلس العسكري لا يريد ان يبقى طويلا في السلطه ويريد ان يسلمها باسرع ما يمكن، ثم حتى هذه اللحظة لم يعلن تاريخا محددا مثلا للانتخابات الرئاسية اللي هو مفروض عندها يسلم السلطة للرئيس الجديد، الرئيس المنتخب. حتى هذه اللحظة لا يوجد تاريخ للانتخابات الرئاسية. الانتخابات البرلمانية واخدة وقت طويل جدا، يعني تقريبا البرلمان ممكن بعد 5 شهور لسه لما يجتمع 5 شهور عشان ننتخب برلمان. فواضح ان هم حسب البعض يعني الجماعة عايزين يقعدوا في السلطة وبيمطوا في الانتخابات. أنا بنظر الأمر لأنه المجلس العسكري ما زال عسكري، يعني إن هم زي العسكريين عايز يعمل وقف إطلاق النار، الأمور بتاخد وقت طويل منه عشان يجهز نفسه ويوضب أموره علشان يتحمل 5 شهور مسؤوليات. عشان الانتخابات، عشان أنا شخصيا مستعد جديد. أنا مستعد أقبل هذا بشرط الالتزام، يعني نقبل هذا، يعني تقبل ان المجلس العسكري يبقى في الحكم مثلا فتره قد ايه في رايك؟ لحد انتخابات مجلس الشعب والشورى، والامر هيبقى في حكومه منتخبه، في هذه اللحظه المجلس العسكري يستطيع ان يتوكل على الله ويشوف. بس ازاي ما هو مش هيكون في رئيس جمهوريه؟ ايوه بس هيبقى في حكومه، هيبقى في مجلس وزراء ورئيس الوزراء، وهذا يكفي، لان رئيس الوزراء هو رئيس السلطه التنفيذيه، وممكن يقوم رئيس الوزراء بهذا العمل الى هل ممكن يبقى رئيس وزراء من غير رئيس جمهوريه؟ لا، مجلس وزراء يقوم نفس مجلس وزراء ياخذ السلطه من المجلس العسكري، وفي هذه الحاله هنبقى في وضع احسن ومن غير دستور ومن غير حاجه. اسمح لي، يعني اولا المجلس العسكري
بيواجه مشكلة زي ما قال الدكتور عزت، ده صحيح. المشكلة تتعلق بوجود قضية تحتاج إلى معالجة وطرف في السلطة على درجة من الكفاءة لمعالجة هذه القضية. للأسف الشديد مستوى كفاءة المجلس العسكري في معالجة القضايا ليس على المستوى المطلوب، ويجب أن نفرق بين دور المجلس العسكري كمؤسسة عسكرية وبين دور المجلس العسكري في السياسة. وهذه الهوية المزدوجة تثير قضية شديدة الخطورة، بحيث أن البعض يرى أن أي نقد للمجلس العسكري كسلطة في الحكم تنعكس على المؤسسة العسكرية. هذا ليس بالضرورة صحيح، ولكن الممارسة السياسية للمجلس العسكري خطأ وبدأت منذ البداية، وهذا السبب في عدم الثقة في كفاءة. نقص كفاءة سياسية ولا نقص كفاءة قانونية؟ لأنه هناك من يرى بالعكس أن هذا المجلس طلع أن هو بيعرف سياسة أحسن من أي حد تاني. لا لا لا، مش أن هو عمل تحالف في البداية مع الإخوان وخلى الإخوان يضربوا مع بقية القوى السياسية، ودلوقتي قرب للقوى التانية ووصل إلى أنه ما زال في الحكم كمان سنة على الأقل. هذا أيضا جزء من أسباب انحصار الثقة في المجلس العسكري. المجلس العسكري عندما يتحرك سياسيا هو يتحرك سياسيا للمحافظة على نفوذ المؤسسة العسكرية في الحكم، وهذا خطأ. ولا الاحتفاظ بالحكم؟ الاحتفاظ بالحكم أثاره حاجة أكثر خطورة، عندما نزل المشير طنطاوي إلى ميدان التحرير باللباس المدني. وهذا شيء له يعني على أحسن الفروض، على أحسن الفروض وحسن النوايا، هو كان يشير إلى أن المشير يقول للناس أنا منكم، لكن لما تبص لها من ناحية تانية أثار مخاوف كثير من القوى السياسية أنني منكم لكي يكون هناك احتمال لأن أترشح للرئاسة أيضا، وهذا أمر يعني خطير. يستقيل من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ويترشح؟ هو يعني حيستقيل طبعا بالتأكيد، وهو وصل سن التقاعد من زمان، لكنه بقي في منصبه بقرار من الرئيس المخلوع. لكن مش دي هي النقطة، النقطة أنه سيصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم سلطات رئيس الجمهورية. يعني في رأيك هذا هو السيناريو، أنه يستقيل يعني ويدخل انتخابات الرئاسة ويفوز وهكذا، يعني يحتفظ يعني العسكر بالسلطة ولكن ببدلة مدنية؟ يعني لو أنا قلت ده حبقى بقفز من مقدمات إلى نتائج بسرعة. وأن هو هناك، لكن هناك مصدر عسكري نفى هذا. أنا عايز أقول لحضرتك مصدر عسكري قال أن المشير لن يترشح لرئاسة الجمهورية. يعني هو هذا أمر متروك له ولتقدير حالته الصحية، وأعتقد أن في الزمن الحاضر في مصر سيكون على رئيس الجمهورية أيا كان الذي سيرشح أن يصدر تقريرا طبيا معتمدا بحالته أيضا في مرحلة العمر التي هو فيها وكفاءته. النقطة اللي أنا عايز أقولها بالنسبة للمخاوف من كفاءة ممارسة المجلس العسكري هي أنه ليس بالضرورة أن يكون من يتولى السلطة الرئيسية هو على كفاءة في كل شيء، لكن يجب أن يكون على كفاءة في إدارة شؤون الدولة. ومصر زي ما بيقولوا ولادة فيها الكثيرين من الكفاءات والمستشارين. طيب هو هذا للأسف يبدو أنه محل يعني جدل واسع، موضوع الكفاءة وخاصة الكفاءة القانونية، لأنه إحنا سمعنا أنه صدر إعلان دستوري سري يوم 25 سبتمبر. إعلان وسري يعني إعلان وسري هو إعلان، لأنه هو نشر في صحيفة الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية المصرية يعني الحكومية. يعني رسمي وسري لأن ما فيش يعني أي حد تاني في مصر عرف غير نشر في الوقاعة المصرية، معناه أنه بقى يعني رسمي، بقى رسمي، بقى فعلي يطبقها. فهذه مشكلة، ولكن أنه طبعا في تخبط، والمجلس العسكري نسب إليه مرة، أو بالتحديد يعني اللواء ممدوح شاهين مساعد الوزير للشؤون القانونية نسب إليه مرة أنه قال أن دستور 71 سقط، ثم قال مرة أخرى أن لم يسقط بالكامل، والاثنين موجودين على اليوتيوب. يعني النقطة اللي أنا أحب أضيفها في هذا السياق بالنسبة للدستور بالذات، هو التخبط بدأ من استفتاء على تعديل الدستور، ثم إصدار إعلان دستور يلغي الدستور، ثم تعديلات أخرى، ثم مناقشات حوالين الدستور. طيب يعني لا نعرف أي دستور طيب نمشي عليه. خلينا نسأل حتى الفقهاء. الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد، أهلا بك يا دكتور وشكرا لوجودك معنا. حضرتك رفضت النهاردة المشاركة في اجتماع عقد بين رئيس الأركان والقوى السياسية المصرية. هذا الاجتماع كان مخصصا لبحث مطالب جمعة استرداد
الثورة، وعلى رأسها طبعا إلغاء الطوارئ وإلغاء المادة الخامسة في قانون الانتخابات، وطبعا موضوع تسليم السلطة. أولا، لماذا رفضت المشاركة؟ وفي رأيك ما هي نتائج هذا الاجتماع؟ يعني أنا في تقديري كي أجيب على السؤال لماذا نرفض المشاركة، علينا أن نسأل أولاً لماذا نشارك؟ إذا كان هناك إعداد من الحوار، هناك منطق من الحوار، فنحن أهل الحوار ونحن أول المتمسكين به. لكن تعودنا من الرئيس على القوات المسلحة في الفترة الأخيرة أنه يدعو الشركاء للحوار ثم ينفرد هو اتخاذ القرار. هذا منطق مغاير تماما لمفهومنا لفكره الحوار، ومنطق بيخدم قيمه الحوار من اساسها انه منطق يعيدنا ويعيد الذاكره منطق مبارك الذي كان يقول دائما خذوا ما شئتم وسألوا عن ما شئتم. المجلس الاعلى للقوات المسلحه يسير على نفس المنطق، نقول ما نشاء في هذه الاجتماعات ثم تنفض هذه الاجتماعات ويصدر هو ما يريد من قرارات فيبدو الراي العام وكاننا شركاء في هذه القرارات. الحقيقه موقفنا اليوم هو متفق قدرتنا في الحوارات السابقه التي انتهت دائما الى نقطه التاثير. دكتور ايمن. طيب بالنسبة لنتائج الاجتماع، يعني هل فعلا استجاب المجلس لطلبات القوى السياسية؟ وما موقفكم أنتم في حزب الغد؟ هل ستشاركون في الانتخابات أم لا؟ يعني من الاجتماع على قدر ما بلغني، يعني من أشارك هي أقل بالتشكيل مما كان ينبغي أن يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تم تقديم واضحه جدا، اهمها مساله الغاء قانون الطوارئ هو انتهى واقعيا عند السوريين، اهمها تهيئه المناخ السياسي للانتخابات برلمانيه حقيقيه مع تحديد جدول زمن لتسليم السلطه وهذا ما لم يحدث، اهمها تعديل قانون الانتخابات وليس فقط تعديل الماده الخامسه بلغني معلومات انه قد يستجيب لمطلبنا الغاء هذا الوقت. اعتقد ان هذه النتائج طويله جدا تحملنا على تفكير مره اخرى في جدوى المشاركه، تحملنا على التنسيق مع شركائنا السياسيين في المشروع القادمه في التحالف المتواطن لمصر كي يقف على موقف احد في شأن المشاركة أو عدم المشاركة. طيب، احنا عايزين نسألك على يعني موضوع المجلس العسكري وموقفه الحقيقي من موضوع تسليم السلطة، بس اسمح لنا نكلمك بعد دقيقة لأنه الصوت يعني محتاج نحسنه، فيعني نعيد الاتصال بيك فورا. رأيك في هذا الكلام أنه ما فيش فايدة، يعني نفس الأسلوب أنه مبارك كان يقول يعني قولوا زي ما أنتم عايزين وأنا هعمل، أن نفس المبدأ يبدو مازال موجود. دكتور عزت، هل ده يعني هل ده شعور الناس فعلا انه مجرد تغيير في الوجوه بس اللي حصل؟ يعني هل النتائج الاجتماع دي لم تؤدي الى اي شيء؟ لم تؤدي الى الغاء قانون؟ يعني احنا ما بنتكلمش على قانون الطوارئ، احنا بنتكلم على حاله الطوارئ. يعني هل هذا الاجتماع لم يؤدي الى اي استجابه لاي مطلب من هذه المطالب اللي هي حاله الطوارئ والمحاكمه العسكريه ونقل السلطه المدنيه الى المدنيه وقانون تعديل قانون الانتخاب والعزل السياسي في النظام؟ لا شيء لم يتم اي شيء. يعني او اي كما فهمنا ان هناك ستكون اعاده نظر في موضوع الماده الخامسه، عشان نوضح ايه هي الماده الخامسه. الماده الخامسه تحظر على الاحزاب ان تخوض الانتخابات في الدوائر الفردي النظام الفردي. وايضا تحظر على من يعني الذين يفوزون في الدوائر الفرديه ان هم ينضموا للاحزاب بعد نجاحهم في الانتخابات. فهذه هي الماده الخامسه، وكان مطلب القوى السياسيه ان تلغى بالكامل. انا عندي يعني ملاحظه على هذا القانون، لان القانون ده ان هو يفيد احزاب ولا يفيد اخرين، فيعني هم بيقولوا ان وجود هذه الماده الخامسه تسمح لي
الافراد ان هم ينتخبوا يعني يرشحوا نفسهم، وبالتالي في احتمال كبير قوي من الناس بتوع النظام القديم ينجح. بالضبط، ان هذا تكون نافذه لعوده من يسمون بالفلول عبر هذا التلت، ان تلت المقاعد نظام فردي، ان نجد ان تلت مجلس الشعب هم عباره عن فلول، مع انه طبعا في 7 احزاب بالفعل هم محسوبين من الفلول، فيعني في نافذه حزبيه ايضا يعني. ولكن الاهم طبعا، السبب الاهم ان يعتقدون ان القائمه النسبيه هي الاكثر يعني تمثيلا لاراده الشعب، وبالتالي هذا هو ما نحتاجه في هذه المرحله، فعلا برلمان يعبر عن اراده الناس. خلينا اول ملاحظه، اول ملاحظه كما الملاحظه بتاعتي يعني، والاحزاب معترضه على هذا، انما انا ما اعتقدش الاعتراض سببه الفردي بس، انا اعتقد الاحزاب معترضين على ان الاخوان المسلمين هم اللي هياخدوا يعني، وطبعا الاحزاب يعني اغلبها يعني باستثناء، لا بس هم الاخوان ايضا عارضوا هذا القانون يعني، وايضا كانوا يعني التحالف الديمقراطي اللي هو 43 حزبا بينهم الوفد والاخوان، ما كلهم احزاب ما لهمش هشه، احزاب هشه لا يعني، الوفد والاخوان فيهم والغد والتجمع، ما فيش الا الاخوان بس، كلهم طلبوا بنفس الشيء بنفس الموقف، ان هو يعني القائمه النسبيه والغاء الماده الخامسه. طب ما نتكلم على الاحزاب يعني، بعد اذنك يعني، يعني انا عايز اقول حاجه، انه موقف المجلس العسكري يتعلق بمسائل اجرائيه ومسائل تشريعيه، وهو الذي يدير بالاجراءات يعني بالنسبه لالغاء المحاكمات العسكريه للمدنيين وعمليه تطهير مؤسسات الدوله والجدول الزمني. التشريعي يتعلق بقانون الغدر الذي رفض ولن يتم، وده خطأ شديد جدا، لأنه لابد في بداية مرحلة جديدة أن يكون هناك نوع من الفرز. هو ما زال تحت البحث لسه، تحت البحث يعني تحت البحث، دي مسألة تعني التأجيل. وأنا شايف المجلس العسكري بيسمع نصح من جهات مختلفة ولا يتخذ قرارات يعني للأسف الشديد. وعدم نوضح بس، قانون الغدر هو المقصود منه هو العزل السياسي لرموز نظام مبارك بحيث لمدة 10 سنوات، حيث لا يشاركون في الانتخابات لمدة 10 سنوات. وأنا يعني لأن أنا مش من أنصار يعني عزل أي مواطن مصري إلا إذا كان ثبت تورطه في سياسات معينة وفي تأييد نظام معين هو النظام الذي خلع يعني. بالنسبة لتعديل القانون الانتخابات، أنا شايف أن المسألة فيها خطأ شديد جدا كمان، لأنه حتى الدوائر وشكل الانتخاب يعني لا يتيح للأحزاب الحصول بنزاهة كاملة أو وضوح للقائمة بتاعتها، بحيث سيأتي قانون الانتخاب بصعوبات، لأنك لن تعرف من الذي سيفوز أو كيف سيفوز، المسائل غير واضحة. يجب أن يكون نظام قائمة مفتوحة محددة، والتصويت لقائمة الحزب بناء على برنامج الحزب أيا كان هذا الحزب. لكن طب هو ده القائمة النسبية؟ لا معلش، هو ده صحيح. اللي جاري هو أنه المسائل غير محددة، بحيث مش هتعرف مين هيفوز، ومش هتعرف طريقة ترتيب الأحزاب، في مشاكل مش هنعرف المفروض. طيب رجع لنا دكتور أيمن نور، أهلا بك مرة تانية يا دكتور. يعني بصراحة السؤال الرئيسي الذي طرحته جمعة استرداد الثورة وأصبح الآن يتردد يعني على ألسنة الكثيرين، هو لماذا يرفض المجلس العسكري تحديد تاريخ لنقل السلطة إلى المدنيين حتى الآن؟ وطبعا تاريخ نقل السلطة هو تاريخ الانتخابات الرئاسية، لم تحدد حتى الآن، لماذا في رأيك؟ أنا في تقديري أن احنا بنواجه حالة من حالات التوحم على السلطة من قبل المجلس العسكري. المجلس العسكري الذي كان زاهدا إلى أقصى درجة في البداية بدأ يشتهي هذه السلطة، وبدأ يعطي إشارات عكس خط السير الذي بدأ به علاقته بالدولة والسلطة والمعارضة في مرحلة ما بعد 25 يناير. الإشارات الكثيرة التي وصلتنا تعطي مخاوف، تعطي مشاعر سلبية تجاه فكرة مدنية الدولة اللي احنا طالبنا بها في هذه الثورة وتمسكنا بها، ويبدو أنها أصبحت مهددة بشكل حقيقي في المرحلة القادمة، سواء من خلال موقف المجلس ككل من القوى المدنية وموقفه من انتقال السلطة، أو الطموح الشخصي لبعض أعضائه اللي ربما يعني يؤدي إلى نتائج في المستقبل، أن نسمع أن فلان أو آخر
سيتقدم الانتخابات الرئاسية القادمة بعد تخليه عن مكانه أو موقعه الرسمي في المجلس الأعلى قوات المسلحة. يعني حضرتك هل تشير هنا إلى المشير طنطاوي خاصة بعد جولته في وسط القاهرة؟ هل تشير هنا إلى أنه عنده يعني طموح؟ أنا رأيي أن المشير طنطاوي هو الـ الأبعد، الأقرب في هذا هو الـ رئيس الأركان سامي عنان، أظن أنه أيضا اسم مطروح بشدة. طيب يا دكتور تسمح لي، يا دكتور أيمن، ما الخطأ في هذا إذا كان الشعب سيصوت لأي شخص؟ ما الخطأ في هذا إن أي عسكري أحد من الأعضاء المجلس العسكري ينزل إلى الشعب، وإذا كان الشعب هيصوت له إيه الخطأ في هذا؟ لا، هو ما فيش خطأ في أن يكون عسكري. وبدلالة إن إحنا لم نعقب على طرح بعض الأسامي زي الفريق حتاتة وزي الفريق شفيق وزي لواء عمر سليمان وغيرهم، هذه أسامي عسكرية طرحت ولم يعترض أحد على فكرة أنه عسكري. لكن الاعتراض هنا يعني إذا أردت أن يعني أصارحك أكثر، هو أننا نعترض على شخص يدير مرحلة انتقالية المفروض أن يكون محايدا لأقصى درجة، المفروض أن يكون ليس طرفا في المعادلة السياسية وليس يعني مطروحا اسمه كمنافس، كي يستطيع أن يوفر ضمانات حقيقية لحياة في إدارة هذه المرحلة. ولهذا يعني التحفظ على فكرة أن يكون الحكم هو طرف أو خصم، لكن ليس تحفظا على مرجعية عسكرية لهذا أو لذاك. طيب لماذا لا نفتح هذا الأمر ونعملها بصراحة تامة، ونقول للمجلس العسكري ضمن الآراء أو المطالب إذا كان عندكم من هترشحوه يستقيل الآن ويعمل حزب، أو يعمل يعني يبقى شخص عادي زي مثلا زي سعادتك مثلا يعني نازل ترشح؟ يعني شوف أنا ما نطلب منه هذا؟ هذا وارد، والأصح بقى أن ندعو إلى مجلس انتقالي يكون من بين شروطه ألا يكون أحد أعضائه مرشحا أو يسعى للترشيح، ويبقى في مجلس انتقالي مدني عسكري. وهذا المطلب يعني القوى السياسية طرحته في البداية، لكن المجلس الأعلى يعني لم يستجيب وتعهد أنه سيكون هو الجهة المحايدة التي ستنقل السلطة بلا أي تفكير في ترشيح أو تقديم أي من أعضائها في أي من الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية. طيب. فأنا مع فكرة مجلس انتقالي، ومع فكرة أيضا أن يكون هناك شفافية ووضوح في المرحلة القادمة. دكتور أيمن، يعني بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية أعلنوا تجميد حملاتهم الانتخابية بسبب يعني الغموض والضبابية الموجودة حاليا، منهم الدكتور سليم العوة والدكتور البرادعي. يعني قول لنا ما هو موقف حملتك الانتخابية للرئاسة؟ وطبعا انه يعني يبدو كمان ان في تكتلات داخل يعني المرشحين للرئاسه، لانه سمعنا عن تكتل او اجتماعات سباعيه لبعض المرشحين، حضرتك لست واحدا منهم، فقول لنا كده ماذا يحدث في كواليس السباق الرئاسي؟ لا هو يعني دعني اصارحك ان الحديث عن تجميد الحملات هذا حديث مش واقعي، والحقيقه ان الحملات بدأت وبتتحرك وبتستمر، والإعلان عن تجميدها ده أشبه ما يكون بالتعبير عن الرأي أو بالتعبير بشكل احتجاجي عن بعض المواقف، لكن بشكل واقعي هذه الحملات موجودة على الإنترنت وموجودة على أرض الواقع. ردا على بعض هذه الدعاوي التي يعني أشير إليها أمس، إحنا بدأنا حملة مختلفة مغيرة، وأعلننا هذا أن إحنا منذ تاريخ أمس الجمعة انطلقنا من ميدان التحرير إلى حملة طرق أبواب بتعيد إلى الذاكرة تلك الحملة التي قمت بها قبل الثورة، واللي زرت فيها 355 قرية ونجع ومدينة من مدن مصر للدعوة للتغيير. أنا بدأت بالأمس حملة طرق الأبواب، وأنا بكلمك الآن من أحد هذه المحطات. بدأت بالأمس بمؤتمر في جزيرة الوراء، ثم مؤتمر في المنوفية،
الآن أنا بصدد الدخول لمؤتمر في الإسكندرية. مهمة هذه الحملة وطرق الأبواب مرة أخرى هي توضيح الموقف الملتبس لدى الشارع المصري، هي مقاومة مسألة شيطنة الثورة اللي الحقيقة بقى في قطاع كبير من فلول الحزب الوطني وبقاياه ومن النظام السابق ومن النظام الحالي أيضا تشارك في فكرة شيطنة الثورة. نريد أن نوضح للناس ماذا تريد الثورة، نريد نوضح للناس أن الثورة ليست مسؤولة عن تدهور الأحوال الذي يحدث الآن، لأن الثورة لم تحكم بعد، ولا يمكن أن نحاسب شخص على شيء ليس هو صاحب السلطة فيه أو ليس هو المالك لمقدرات القرار فيه. من هنا فإحنا بنبتدي حملة واسعة، ولن نجمد حملتنا، لكن احنا سنفعل حملتنا، لان مشروعنا هو مشروع سياسي له علاقة بالتغيير وليس له علاقة بالترشيح فقط. بس ليه حضرتك ما حضرتش مع السبعة المرشحين هذه الاجتماعات المتتالية؟ والله يا دكتور يعني ما كنت أود أن أتحدث في هذا الموضوع، لكن إذا كنت مصر يعني أريد أن أوضح أن هناك موقف انتقائي غير ديمقراطي وجهنا به في الأيام الأخيرة، وأنا الحقيقة لا أفهم معنى أن هناك من يختار من ينافسه، لأنه إذا بدأ باختيار من ينافسه من الآن فسيختار في المستقبل من يعارضه أو من لا يعارضه. ففي حالة كده أنا وجهت بيها أن الاجتماع الأول لم ندع إليه، الاجتماع الثاني أبلغوني أن هناك رغبة في حضوري، فأنا الحقيقة أديت تحفظي على فكرة المشاركة إلا بعد توضيح أسباب اختيار 7 من 18 مرشح مثلا على الأقل مطروحين يعني وأسمائهم متداولة. هذا الاختيار المفروض لا يملكه شخص بعينه، وإذا كان هناك شخص فلا بد أن يقول أنا صاحب هذا الاختيار، لكن الصورة غير واضحة، وهذه الاجتماعات تمت بطريقة سرية ولم يكن لها أجندة واضحة ولم يكن لها رؤية واضحة. وأبسط دليل أن هناك عدد من السبعة انسحب بالفعل من هذه الاجتماعات ولم يعد يشارك فيها ولم يوقع على بياناتها، زي الدكتور البرادعي وزي أظن وآخرين مش متذكر مين بالظبط. فعلا حصل خلافات على موضوع يعني مين الأول، الدستور الأول ولا انتخابات الرئاسة الأول. بسرعة كده في جملة واحدة، حضرتك قلت إن المجلس العسكري بيتوحم على السلطة، إذا كان في ده احنا دخلنا في وحم دلوقتي، يبقى أي نوع المولود اللي حضرتك متوقعه بقى مصر هي أي نوع مولود هنشوفه يعني؟ والله لو تذكر يا دكتور كنت دايما بقول قبل الثورة أن مصر حبلى بتغيير، وربما تكون في الشهر الثامن في اليوم 29 في الساعة 23، ولم يكن أحد يصدق هذا الكلام. فأنا الحقيقة بقول النهاردة أن هناك وحم على جنين قيده أو إعلان اسمه وجنسه ولونه سيتم في المرحلة القادمة بعد أن تستكمل الثورة خطواتها، لأن الثورة لم تكتمل بعد، وهذا الجنين الذي تم إنتاجه يوم 11/2/2011 بالتنحي مبارك هو جنين غير مكتمل، سيكتمل في الفترة القادمة بإرادة الناس، بإرادة الثورة التي لم تحقق إرادتها حتى الآن. طيب دكتور عزت أبو مصطفى من التحالف المصري في أوروبا عايز أقول لحضرتك حاجة سريعة. يا دكتور أيمن احنا تقابلنا قبل كده كم مرة، ما أعرفش بقى سيادتك فاكرني ولا لسه، إنما يعني أنا عايز حس إن سعادتك يعني اتكلمت على انك انت زرت اماكن كثيره في مصر ضمن الحمله الانتخابيه، فطبعا اعتقد ان هو يهمك كمان انك انت تعمل يعني تمد الحمله الانتخابيه للمصريين في الخارج، وانا اعرف ان سعادتك يعني من المؤيدين لحق المصريين في الخارج في التصويت. ففي يوجد تحالف اسمه التحالف المصري في اوروبا، وانا يعني احد الاعضاء اللجنه التنفيذيه، وادعوك يعني فرصه كويسه ادعو سعادتك إلى زيارة لندن في طريقك إلى واشنطن. أعرف إن سعادتك رايح واشنطن يوم 22 أو يوم 20 الشهر ده، فإذا كان هذا صحيح يعني نتمنى أن احنا نراك في لندن بإذن الله. فإيه رأي سعادتك؟ هذا يسعدني وهي دعوة كريمة، وأنا فعلا زرت تجمعات المصريين في بعض الدول العربية زي لبنان والأردن وغيرها، وأنا حريص على أن ألتقي بحضراتكم في أقرب وقت ممكن، وأرجو أن الدكتور خالد يترك تليفوني لحضرتك ونتواصل وننظم لقاء. شكرا
طيب شكرا جزيلا دكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد والمرشح في الانتخابات الرئاسية. فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا. أهلا بكم مجددا. جمعة استرداد الثورة والمواجهة بين المجلس العسكري والقوى السياسية هما موضوعنا هذه الليلة. أستاذ عبد الله، هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي شهد مصادرة 3 صحف خلال يعني أسبوع واحد، هذا لم يحدث يمكن حتى أيام مبارك، ما كانش في هذه الفترة. طبعا هو في منهم صحيفة حكومية روز اليوسف وفي صوت الأمة وفي الفجر، وكانت كلها بسبب أخبار إما تتعلق بالمجلس العسكري أو بجهاز المخابرات العامة. واللي حصل إنه في رقيب عسكري بقى أصبح موجود دلوقتي، عندنا رقيب عسكري وموجود في مطبعة الأهرام، هذه الصحف جميعا تطبع في مطبعة الأهرام، فالجريدة اللي ما تعجبوش يعني يوقف طباعتها، ثم ينصح بين قوسين ينصح يعني المسؤول عن الجريدة إنه يشيل هذه الصفحة أو يشيل هذا الخبر حتى تطبع. ينصح ولا ينصح؟ ينصح ولا يأمر؟ ما يتفرق كتير. لا هو ينصح، هم كاتبين كده في الجريدة يعني، لكن هو في الحقيقة أمر يعني يشيل. هتعمل لنا مشاكل حضرتك. هو مكتوب ينصح، فيبدو يعني هذه إشارة يعني سيئة. ولو تذكر في هذا البرنامج وقبل سقوط مبارك كنا نتحدث أحيانا عن الدكتاتورية العسكرية كأحد البدائل الممكنة أو المحتملة بعد التغيير، يعني هل نحن الآن فعلا بصدد دكتاتورية عسكرية؟ يعني هناك تخوف من هذا. العقلية العسكرية لا تجيد فن إدارة السياسة وفن الحوار، ما أشار إليه الدكتور أيمن نور من أن الحوار عندما يدعو القوى السياسية، عندما يدعو المجلس العسكري القوى السياسية لحوار، لا يكون هناك حوار، وإنما يكون هناك استماع لوجهات نظر مختلفة بشأن قضية معينة دون أن يكون هناك جدول أعمال محدد ودون الانتهاء إلى نتائج محددة يتم العمل على أساسها. لكن هذه المرة مختلفة، لأنه إذا لم هم قالوا صراحة الإخوان والوفد و43 حزب، إذا لم تتم الاستجابة للمطالب أو على الأقل الحد الأدنى منها اللي هو تعديل قانون الانتخابات، سيقاطعون الانتخابات. يعني مين اللي هينزل الانتخابات؟ يعني الفلول معقولة الحلم يعني المجلس العسكري يعمل انتخابات عشان الفلول ينزلوا شوف حضرتك ينافسوا يعني بعض؟ يعني يعني ما أريد التأكيد عليه هو أن المجلس العسكري يظل من بقايا نظام مبارك. عملية تغيير الموقف من مبارك لا يعني أن المجلس العسكري ليس امتدادا لهذا النظام بشكل أو بآخر. أريد أن أقول بشكل متفائل أن المجلس العسكري هو امتداد لنظام الحكم في مصر وليس بالضرورة امتدادا للنظام مبارك، لكن يظل على المجلس العسكري أن يثبت ذلك من خلال رؤية جديدة. بس هذا شيء مرفوض من الناس. الثورة قامت عشان الشعب يريد إسقاط النظام، وهذا الشعار عاد بقوة في جمعة استرداد الثورة وتردد في كثير من المحافظات. أوكي. الناس رجعوا تاني إسقاط النظام. أوكي. أخي العزيز، يعني ما أريد أن أقوله هو أن ما حدث في يناير وحتى 11 فبراير هو زلزال هائل في مصر، لم يحدث نتيجة له إلا سقوط قمة النظام وزعزعة بنيته. اللي حصل إنه بقايا بنيته الآن تحاول استعادة التوازن سواء كانت في الجيش أو في غير الجيش، خلينا نتكلم بصراحة شديدة، وقوى كانت خارج النظام وهي بالأساس التيار الإسلامي والإخوان وتستحق كقوة وطنية أن يكون لها إسهام بشكل ما، تحاول أن تدخل على الخط لكي تحصل على نصيبها. أما بقية الأحزاب الأخرى والقوى الأخرى فهي غير قادرة، والشباب الذين فجروا هذه الثورة، وبالمناسبة عشان الإخوان ما يزعلوش، شباب الإخوان ضمن شباب مصر الذين شاركوا في هذا وكانوا على أجهزة التواصل الاجتماعي للعمل. ما أريد أن أقوله هو أن يجري استبعاد الشباب. أنا كنت سعيد جدا بأنه 200 شاب أعلنوا أنهم سيدخلوا الانتخابات، بس المشكلة أنهم هيدخلوا بشكل مستقلين وسيحظر عليهم الانضمام إلى الأحزاب، إلى أحزاب، إلا إذا أسسوا حزب جديد، ده ربما يكون هذا مدخل. لكن ستظل هناك إشكاليات عديدة، ولا أعتقد أن
المسائل ستحل في ضوء الصعوبات والعجز عن الإدارة الكافؤة في هذه المرحلة. دكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق والخبير الدستوري، وأحد ممن وضعوا دستور مصر الدائم عام 1971، أهلا بك وشكرا لوجودك معنا. حضرتك من الذين انتقدوا المجلس العسكري وقلت أنه يعني ليس مؤهلا لإصدار قوانين، يعني ألا ترى أنه الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية يعني يمنح المجلس ولو يعني درجة ما من الشرعية في تولي هذه المرحلة الانتقالية وإصدار القوانين اللي هي جزء من مهم منها؟ الحقيقة أن المجلس العسكري لم يستمد شرعيته من أفواه، ولكن الجيش هو الذي طلب منه الوقوف إلى جانب الثوار أو منع قوات الشرطة التي كانت قد تعدت على الثوار واستخدمت كل وسائل البطش، ولذلك أطلقوا كلمة أو دعاء الشعب الجيش الوحدة، واستند المجلس العسكري أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى هذه العبارة للادعاء بأنه يستبد شرعيته من القوة. ولكن حتى يمكن أن يصح هذا القول أو هذا الادعاء يجب أن يكون متعاونا مع رجال الثورة ومنبيا لمطالب الثورة، ولكن ده الذي حدث وعكس ذلك تماما. والحقيقة أن المجلس العسكري من الناحية الواقعية استمد سلطته من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحسني مبارك سواء قبل أن يتنحى أو بعد التنحي لم يكن يملك قانونا أو دستوريا التخلي عن سلطاته وإحالتها إلى المجلس العسكري. طيب دكتور ثروت، حضرتك ممن يؤيدون مقولة سرقت الثورة، أن الثورة سرقت، قل لنا من الذي سرق الثورة؟ كثيرون. مين مثلا؟ حاولوا سرقة الثورة. زي مين؟ ولكن الثورة لم تسرق بعد، الثورة قائمة ولم تسرق بعد، ولكن الذين حاولوا سرقة الثورة كثيرون. وهناك الكثيرون ممن ادعوا انهم شاركوا في الثوره وهم ليسوا كذلك، وهناك ايضا المجلس العسكري الذي يحاول ان يعني يتولى كل شؤون الحكم على خلاف ما يطالب به الثوار. طيب حضرتك يعني كخبير دستوري، معلش اعذرني عشان الوقت، انت خبير دستوري وفقيه قانوني، كيف تقيم الاداء القانوني للمجلس العسكري في ظل ما سمعنا عنه مؤخرا من اصدار اعلان دستوري سري، وايضا التناقض يعني الدستوري الحاد القائم حاليا في موضوع الطوارئ، ان المجلس العسكري يقول ان قانون الطوارئ ساري حتى يونيو المقبل؟ المجلس العسكري المجلس العسكري في الحقيقة لم يكن موفقا طوال هذه الفترة الانتقالية، قراراته كلها متناقضة متضاربة، في تخبط، في يعني اضطراب في القرارات. الشيء الوحيد الذي تم، ولا أستطيع أن أحدد هل الذي تم بناء على تكتيك المجلس العسكري او هناك قوى اخرى، وانا شخصيا اعتقد ان هناك قوى خارجيه لعبت دورا اساسيا في تدعيم فنون النظام السابق وفي محاوله الانقضاض على الثوره. مين يعني؟ سرقه الثوره
هذه القوى هي أمريكا وإسرائيل حاولوا بكل الوسائل الانقضاض على الثورة عن طريق الإيقاع أولا بين بعض العناصر التي انضمت إلى الثورة. يعني مثلا نجح من حاول الوقيعة في إحداث الوقيعة بين التيار الإسلامي والثورة. التيار الإسلامي خرج على الثورة ونجح سواء المجلس العسكري أو من كانوا وراء المحاولات للوقيعة، وهو في رأيي أن أمريكا وإسرائيل كان لها دور كبير. طيب دكتور ثروت، بالنسبة هذا الإعلان الدستوري، معلش عفوا خليني اسالك هذه النقطه، الاعلان الدستوري السري كان مبررا من المجلس العسكري بانهم ارادوا ان يعني يؤكدوا او يتفادوا عدم دستوريه قانون الانتخابات. اذا اجريت الانتخابات بهذا القانون، ما هي ما مدى دستوريه النتائج، وخاصه ايضا مع استبعاد المصريين في الخارج، أن المصريون في الخارج غير مدعيين لهذه الانتخابات؟ مجرد استبعاد المصريين في الخارج، المشكلة في كل شيء. أولا تقرير 50% عمال مفلحين على أي أساس؟ دستور 71 سقط، ونظام النظام حسن مبارك سقط، فعلى أي أساس أخذوا بفكرة 50%؟ وعلى أي أساس أخذوا بفكرة لبنانيين والإبقاء على مجلس الشورى، على الرغم من أن الغالبية الساحقة من المصريين ضد الإبقاء على مجلس الشورى. هناك أمور كثيرة جدا تجري على خلاف ما يريده الشعب كله، وليس الثوار فقط، ولكن الشعب كله ضد 50% حمال المفلحين وضد مجلس الشورى. و يعني في أمور، ولكن إزاي تكون الانتخابات غير دستورية في حال واضح الخط قطع للأسف. هذا السؤال خلينا نكمله، يعني كيف تكون الانتخابات غير دستورية إذا لم يكن هناك دستور أصلا؟ يعني إذا لم يكن هناك دستور أصلا فالانتخابات غير دستورية. وإذا كان بس عندنا إعلان دستوري، يعني تجري حسب إعلان دستوري. الإعلانات الدستورية هي نتيجة عملية تخبط، يعني ولست أدري كيف يكون المخرج منها، ولست أدري كيف ستدار العملية خلال المرحلة القادمة. والحل الوحيد هو أن يكون بالتوافق مع كافة القوى السياسية، الوفاق والنوع من يعني يا إما إجماع سياسي يا إما رأي غالب، يعني القوى الأكبر ومعظم القوى. هذا ما يقوله يمكن المجلس العسكري، يعني يمكن أن يكون هذا المخرج الوحيد. نسبة بالنظام الفردي، لأنه كما يقولون أن بعض القوى السياسية في مصر تريد النظام الفردي، هم ما يقدروش يعني يستبعدوا بعض القوى ويرضوا فقط، هم أحبوا أن هم يرضوا الجميع، فعملوا جزء فردي وجزء نسبي. حضرتك دكتور عزيز كنت بتقول لنا في الفاصل أن احنا لازم نصبر على المجلس العسكري ونطبطب عليه لغايه لما تبقى عندنا. يعني انا رايي كده ان احنا نصبر على المجلس العسكري ونؤيد المجلس العسكري لحد ما تقوم الانتخابات. وانا في رايي كمان ممكن نعمل تعديل في الانتخابات دي. احنا ليه نعملها طويله؟ ما نعملها مره واحده، يوم واحد بس. وهذا غير ممكن، لانه مش هنقدر نعمل قاضي على كل صندوق. العمليه مش عمليه قاضي، يعني نجيب ضابط، يعني نجيب ضباط الجيش. يعني ما هي بقى 30 سنه ضباط. لا يعني نقدر نجيب بعض اللواءات الجيش لو ما يعني يقدروا يقوموا بهذا العمل، ممكن جدا بدل القضاء مثلا يساعدوا القضاء. ممكن جدا نحمل الانتخابات في يوم واحد ونعملها كامله، يعني نعمل مجلس الشعب والشورى ورئاسه الجمهوريه، وتبقى العمليه كده في يوم واحد تبقى خلصانه. في يوم واحد هنلاقي عندنا مجلس شعب ومجلس. يعني هل ده ممكن؟ ليه امريكا بتعملها؟ تعملها مع احترامي للدكتور عزت، يعني فهذه امريكا انا اختلف معها، ما اختلف معها. صحيح ده يحل الاشكال كله. كله يحل الاشكال. امريكا ما عندهاش بلطجيه بيستولوا على الانتخابات. لا لا ما عندهاش. يعني انا وجهه نظري في ان الجيش مصر عليها اخطار من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ويمكن من الشمال كمان.
فلابد ان يعود، لابد ان يعود الجيش الى عمله الاصلي، هذا هو الشيء المهم، هذا هو المبدا. كل الناس بيقولوا كده، ولكن الواقع يبدو كما قال الدكتور ايمن نور ان احنا في اشارات متضاربه دلوقتي، والجماعه زي ما قال لك بيتوحموا على السلطه، فممكن احنا نضغط على لجنه مجد عزيز. بعد اذنكم انا لازم ادخل مع الخط. اتفضل. اولا هذا الكلام انا مع احترامي انا احافظ عليه ولا اراه عمليا. وبعدين مسألة الطبطبة على المجلس العسكري، احنا من الاول قلنا ان الجيش والشعب ايد واحدة، وانه احنا محتاجين مؤسسة تظل قائمة على ادارة شؤون البلاد حتى يأتي نظام جديد. للأسف الشديد ان كفاءة هذه المؤسسة في الادارة لم تكن على المستوى المطلوب، ويجب ان نقول لها انها على المستوى المطلوب بسبب المخاطر التي قد تنجم عن سوء الإدارة والأخطاء التي ارتكبت، فيجب أن نقول لهم هذا. طيب ويجب أن يفهموا، معلش يجب أن يفهموا، طيب أن يجب أن يفهموا، معلش يجب أن يفهموا أن النقد للدور السياسي للمجلس العسكري لا ينسحب على المؤسسة العسكرية طبعاً. ولا يعني أن هناك من الشعب إنكار للموقف الذي المساند الذي جاء للثورة. بس يعني الجيش يقود المجلس العسكري، فاذا الجيش يعني الاثنين جزء واحد، انما اللي انا يعني بسعى اليه، انا اتمنى الا يحدث صدام سياسي بين قوى الشعب وبين المجلس العسكري، نتمنى لا يحدث الصدام السياسي والخلافات السياسيه. ايوه بس السياسه هي طبيعه السياسه، السياسه هي صراعات سياسيه لان العسكريين واختلافات، لان العسكريين ما نتمناه هو ان هي تبقى في اطار السياسه واطار الحوار ولا يكون هناك ابدا عنف. هذا تفسير صح، هذا ما لا نريده. أوكي. يعني أوكي. لا نتمنى بهذا الاحوال. اللي انا عايز اقوله في نقطه ثانيه قالها الدكتور عزت وانا برضو لي تحفظ عليها مع محبتي وتقديري، وهي ان مصر تحيط بها اخطار من الجنوب انا مقدر كل هذه الاخطاء، لكن هذا يعني يجب الا نتعلل باي اخطاء لكي تكون مبرر للقبول باشياء ليست على المستوى في اعاده بناء الدوله. الى جانب لابد ان يتم اعاده بناء الدوله على اعلى مستوى لمواجهه هذه الاخطاء، لمواجهه كل شيء، يكون عندنا حكم يعني منتخب رئيس منتخب. انا متفق هذا، لكن انا شايف تدخل في ليبيا، والعمليه عمليه كبيره قوي، وبعدين في تدخل في السودان، وبعدين في سيناء، في عندنا مشاكل لازم تحل، لازم الجيش يقف. بالذات هذا الاسبوع شفنا تصريحات يعني غريبه جدا من اسرائيل تتحدث عن فراغ امني، يعني كانه في تهديدات مبطنه. انا عايز الجيش يقف في سيناء يحمي مصر من هذه النقطه، وبالتالي لازم بقى يترك الحكم بسرعه عشان يتفرغ لواجبه الاساسي، وهذا ما لا يحدث. يعني ان لغايه دلوقتي زي ما قلنا ما عندناش تاريخ حتى للانتخابات الرئاسيه. الجيش للاسف الشديد يتم إدارة الأمور العسكرية فيه بالأمر، لكن العمل السياسي تتم إدارة العمل فيه بالمشورة واتخاذ القرار. ولكن معلش عشان ما نبقاش كله اتجاه واحد، يعني احنا هناك من سيقول لك يعني هذه الدولة المصرية الآن هي في حالة تداعي، حالة انهيار، الشيء المؤسسة الوحيدة الباقية المتماسكة التي يثق فيها الشعب، التي تستطيع إدارة فترة انتقالية، هي المؤسسة العسكرية سواء رضينا أم أبينا. وبالتالي إحنا أفضل لنا أن إحنا نقبل بهذه المؤسسة بكل يعني تحفظاتنا وحتى انتقاداتنا ليها، على أننا نجد نفسنا أصلا بلا دولة ونقع بقى في دولة فاشلة. أنا مش عايز أبان في النقاش أن أنا بنتقد المجلس العسكري، أنا بنتقد المجلس العسكري، واخد بقى، مش عايز أبان أن أنا بنتقده بغرض ضربه أو ضرب مكانته، لا. المجلس العسكري لازم يعرف ان هناك اخطاء، يعني احنا ما عندناش بدائل تانية، ما عندناش بدائل تانية، بس هو لازم يصحح، فلازم نقول له صح. نطبطب عليه يعني معناه مش هنقول له صح، لا صحح واحنا عايزينك، لكن يعني نطبطب عليه يعني القصد منه ان احنا هنستمر في المظاهرات السلمية وهنستمر في التعبير عن رأينا لنوصل للمجلس العسكري ان احنا ان الشعب المصري ما زال قادر على ابداء رايه، وهذا ولكن قادر على هذا الضغط. هذا رايك وطبعا انت من حقك وهذا يعني رايك، ولكن الالاف الذين خرجوا في جمعه استرداد الثوره كان واضح انهم ليهم راي مختلف تماما، وكانوا ينادون برحيل المشير ورحيل المجلس العسكري، وهناك منهم من قال انه خاصه يعني بعدما تكشفت او تسربت ما يزعم انه شهاده المشير في المحكمة، وأيضا جزء كلمة أذيعت بالفيديو على اليوتيوب موجودة حاليا يقول فيها المشير أمام أكاديمية الشرطة أنه لم تصدر أوامر من مبارك للجيش
بضرب المتظاهرين، وبالتالي الكلام على ان الجيش اللي هو الذي حمى الثوره، ولولا المؤسسه او لولا المجلس العسكري ما كانتش الثوره نجحت، هذا الكلام في محل جدال الان. انا رايي في هذا ان رئيس المحكمه، مع ان انا ما اقدرش يعني اعلق على محكمه، لكن حكايه ان هو وضع الشهاده السريه في فيديو كمان غير المحكمة، هذا خطا مؤكد. هذا كان يجب ان هو ينشر، هذه الشهاده تنشر، يعني انما وضعها سريه، يعني ما نعرف ازاي هذا بس كلام. في فيديو هو قال فيه انه لم تصدر اوامر من مبارك. انا كنت اتمنى ان المحكمه تبقى علنيه، صحيح ما فيش تلفزيون زي بعض، لا فيديو الخطاب مش للمحكمه. انا رايي انه الجيش لم يطلق النار على المتظاهرين، وبما ان الجيش لم يطلق النار على المتظاهرين ولكنه وفر لهم الحمايه، تصبح هذه المقولة خارج السياق إطلاقا وليست لها محل من الإعراب. طبعا هو يعني أصحاب هذه الرأي سيردون عليك بأنه وهل كان يستطيع الجيش فعلا أن يطلق النيران على 1,000,000 متظاهر في ميدان التحرير؟ هل يستطيع أي جيش في العالم أنه يواجه 1,000,000 متظاهر مهما فعل؟ وشوية يعني ماذا تفعل الدبابات حتى؟ ولن يستطيع، ولكن أنا أعتقد أنه من الخطأ مناقشة هذه النقطة، لأن لم تحدث يعني طبعا انتحارا سياسيا وانتحارا صح. قانونيا لو حدث. انا اتفق مع عبد الله بي على هذا طيب الرأي. اتفقت في الاخر، لأن الأهم حاجة نحن الشعب المصري قبل تصرف القوات المسلحة في هذا اليوم، هذا شيء لا يجب أننا يعني صحيح. نرجع عنه يعني، فهذا قبلناه ولكن على أساس أنه سيسلم السلطة إلى المدنيين، ما كناش يعني وقتها نعرف أي شيء، وليس إنما قبلنا حكم عسكري، قبلنا هذا الموقف من القوات المسلحة وعلينا أن نتقبل. صحيح، هذا صحيح. إنما هذا لا يمنع أن احنا ننتقد ونتكلم ونتحاور مع القوات على المجلس العسكري لكي نصل إلى المصلحة العامة. شكرا جزيلا لكم. للأسف انتهى وقت هذه الفقرة. مشاهدينا ابقوا معنا، سنفتح الخطوط بعد قليل لنسمع آراءكم في كل ما جاء في البرنامج، فكونوا معنا. أهلا بكم مجددا. هل خطفت الثورة المصرية؟ ومن الذي خطفها؟ هل هم العسكر أم بعض القوى السياسية أم بعض الانتهازيين من سياسيين وإعلاميين أصبحوا يحتلون القنوات الفضائية والساحة السياسية وشغلوا أعلى المناصب في مصر، رغم أن معظمهم لم يكن حتى معارضا لنظام مبارك؟ هل يجب فعلا أن نقلق من ديكتاتورية عسكرية، خاصة بعد مصادرة صحف وإغلاق مكتب قناة الجزيرة؟ هل فعلا المواجهة بين القوى السياسية والمجلس العسكري يمكن أن تؤدي إلى طريق مسدود، خاصة أن القوى السياسية أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات في حال عدم تعديل قانون الانتخابات؟ إلى أين تتجه مصر في ظل كل هذه الاضطرابات؟ هذا هو موضوعنا، ونبدأ من الحسين من مصر. تفضل. راح الخط. أمير من مصر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. بخصوص شكرا. ما يحدث في مصر بخصوص الثورة والمجلس العسكري، سأقول لك رأيي بكل صراحة ورؤية العين. عشت أيام الثورة، كنا كلنا ايد واحده، جميع ائتلاف الفصائل بتاع الاحزاب الاخوان السلفيين، الواحد مصري من ضمن، كلنا ايد واحده على اسقاط الرئيس مبارك والنظام. وعندما اسقط الرئيس والنظام كلنا ايد واحده لمده شهر شهرين، ابتدت احداث تظهر بالتحرير ما هياش بتاعت الثوره. هناك بعد الافراد يريدون الايقاع بين الجيش والشعب باي طريقه. هذه نقطه. النقطة اللي أنا أخذتها عن كونديليزا رايس، شرق أوسط جديد بضرب الجيوش العربية جميعا لاستقواء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العربية، فوضى خلاقة لما يحدث في منطقتنا العربية، فكان الهدف الرئيسي وربما ضرة النافعة لي أنا كمصري إن أسقطت مبارك، كان الهدف الرئيسي إن الجيش يضرب في الشعب والشعب يضرب في الجيش زي ما بيحصل كده في جميع الدول. ده بند واحد. البند الثاني اني انا اؤيد رئيس عسكري ايا كان عسكري. اولا عبد الناصر حرر مصر
وحرر جميع الدول العربية، ولم يدع موضع قدم في أفريقيا لأقدام إسرائيل. ثانيا، أخطأ السادات في حرب أكتوبر لعدم دخوله إلى تل أبيب، هذا مثبت. وإذا أخطأ في كامب ديفيد، وإذا مبارك تهاون في احتلال العراق وتهاون في تقسيم السودان، هذا عسكري وهذا عسكري. ولكن هناك عساكر شرفاء للأمة العربية ولمصر، وأقولها مرة أخرى، شاء من شاء وأبى من أبى، الجيش خط أحمر. وهذا دليل، عندما كتبت يافطة وذهبت إلى السفارة الإسرائيلية كتبت فيها الجيش خط أحمر، مصر فوق الجميع. تصدق يا أستاذ خالد اليافطة بتاعتي اتقطعت قدام السفارة الإسرائيلية، ويقولوا لي جيش أحمر إيه وخط أحمر إيه، إحنا الشعب خط أحمر. قلت لهم يا جماعة الجيش هو اللي حمانا في أثناء الثورة، إزاي ما فيش حاجة اسمها خط أحمر؟ الآن في ميدان التحرير ما رحتش امبارح، ليه؟ لأن كان ضد الجيش، شتيمة بالجيش وشتيمة المجلس العسكري. حتى الراجل اللي رفع ايده سلم للشهداء دوت، ما ناله من الشتيمة. واقول مرة اخرى، اؤيد المجلس العسكري واؤيد ما يقوله الجيش. اما عن البند الثاني فحزب الوفد من زمان وهو يكره حاجة اسمها عمال فلاحين، ما يحبش حاجة اسمها عمال فلاحين. يقولك انا مع العمال مع الفلاحين. شكرا جزيلا ليك. ناخد علي من مصر، تفضل. السلام عليكم أخي العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة كان لابد من المسؤولين عن حكم البلاد بتفعيل كل القوانين الاستثنائية حفاظا على أمن الوطن ومنعا للانفلات الإعلامي والأخلاقي. أما عن وقفة الأمس والتي ولم يتجاوز عددها 20,000 وسموها مليونية، فهذه هي سبب ضياع الثورة وليس استرجاع الثورة. يا أخي العزيز، الذي يضعف موقف الثورة هو سيل الاحتجاجات والاعتصامات التي لا سبب حقيقي لها. المثالية والمسؤولية والجدية التي كنا عليها انتهت، والسائد الآن فوضى وبلطجة ومصالح شخصية، كل يبحث عن أهدافه الخاصة. معلش لحظة واحدة، معلش لازم أوقفك هنا. معلش، أنت بتقول فوضى وبلطجة ومصالح شخصية، يعني الآلاف الناس الذين خرجوا في ميادين مصر يوم الجمعة، كل دول في رأيك فوضى وبلطجة ومصالح شخصية؟ من حرك هذه الجموع هم أصحاب المصالح وهم أصحاب الفوضى. مين هم دول؟ مين اللي حركهم؟ أساسا أنت لما تتحدث عن 25,000 وتغفل الملايين التي ضد هذه الاحتجاجات وضد، نحن الآن 200 بس. كيف تعرف أن الملايين ضد الاحتجاجات؟ يعني إحنا نعرف أن الاحتجاجات والإضرابات شملت كل الفئات الآن، مدرسين، عمال نقل عام، وقريبا بكرة أو بعده في أساتذة الجامعة، وفي يعني البلد كلها داخلة في إضراب. هل البلد كلها فوضى وبلطجة ومصالح خاصة؟ وهل الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب الفئوية هذا لصالح البلد أم هي فوضى فعلا؟ يعني صبروا 30 عاما ولم يستطيعوا الصبر لمدة أشهر، حتى يعني عندما نضع حبة لتنبت ننتظر على انها تنبت. هم صبروا بالفعل 8 أشهر، في 8 أشهر دلوقتي عدوا منذ الثورة، وهذه الحكومة التي تسمى خالد، حكومة الثورة، لم تقدم شيئا للملايين التي تتحدث عنها. يا أخي خالد، فضل. هل سنقيس 8 أشهر ب30 عاما في حكومة ليس مطلوب منها؟ لعلمك كانت الحكومة الحالية سبب في هذه الفوضى وهذه الاحتجاجات. لو من بداية أعلنت هذه الحكومة إنها حكومة انتقالية، حكومة تسيير أعمال فقط، ومن له مطالب ومن له مظالم، طيب، عليه أن. طيب، شكرا شكرا. معلش عندنا اتصالات كتير، أنا آسف، بس طبعا يعني أكيد الناس مش عايزين يستنوا 30 سنة ثانية. الأخ الحسين من مصر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ألو، تفضل. أحييك أستاذ خالد وأحيي قناة الحوار والقائمين عليها وبعد. فالصورة واضحة كما قلت لك بالأسبوع الماضي، حيث الحضور عندك بالاستديو، حيث الدكتور أيمن نور ومن تداخلوا معك، الموضوع
أصبح ليس سمك لبن تمريندي وإنما الصورة لمصر الآن صبر ومر وعلقم. والثورة لم تسرق اليوم أو هذا الشهر، بل الثورة سرقت منذ أن تركنا الميدان في 11 فبراير، إذ أن أهل الثورة كمن سجلوا جول ثم تركوا الميدان، أو كغزوة في أحد. الناس الآن يأتون للغنائم وانتفض الآن جنود النظام السابق، ونأتي الآن أيضا لنفس الطريقة البائدة في النظام السابق. قدسية، نقول قدسية، لا قدسية للمجلس العسكري. المجلس العسكري هو أخذ هذه الأمانة، وهذه الأمانة ما نقول لم يصنعها ولكن لم يرعاها حق رعايتها، حيث ترك الناس يتقاتلون وأظهر البلطجية وتظهر حلول الحزب الوطني وخلافه. ومرة يأتي عندما تأتي المظاهرات المليونية يحضر بعض القوم ويجلس معهم يوشوشهم. أنتم عندكم قلت في الاستديو يطقم عليهم، لا بيوشوشهم، وبعد الوشوشة يخرجوا بعضهم يقول هذه الوشوشة لم تنفع. والإخوان المسلمون من أسبوعين قالوا إنه هذه الاجتماعات غير مثمرة. ويا أخي لو نظرنا إلى الشرذمة الصهيونية بجوارنا نجد رئيس هذه البلاد كساف، يعني قد ضاع وتكلف منصبه بسبب أنه بصبصا واحدة، وشارون ضاع منصبه بسبب 170 ألف دولار رشوة. أما عندنا فالنظام البائد ما زال كما هو، وما زال أصحاب رؤوس الأموال كما هم، فأين أصحاب شركات الاتصالات لم يحاسبوا، والوكالات والكويز والمنح والأراضي؟ بل الآن يا أستاذ خالد تجدهم يرغون ويزمدون بعد أن صدر حكم باسترداد بعض الشركات، ويقولون الاقتصاد المصري هيروح ب 60 داهيه، وكانهم هم ما لم يكن البلد ابالهم ساعه واكلوا مال النبي وغمسوا بالصحابه. نجد ايضا الشرطه هي الخصم وهي الحسد وهي التي تقدم المستندات للنيابه، فهل يعقل ان الشرطه تدين نفسها؟ بل انني اقول ان وزير الداخليه الحالي امر بدفع افعال المحاماه للدفاع عن الضباط المتهمين. تمام، شكرا جزيلا. معلش اسفين المقاطعه لانه الاتصالات كثيره. الاخ حسن من مصر اتفضل. الو، اتفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا، اتفضل. بالنسبه للانتخابات في مصر هتحسب بالقائمه الحزبيه النسبيه القانونيه، لان هي نفسها اللي تعيدنا الانتخابات عام 84 و87، وللمحكمة الدستورية حكمت بعدم شرعية الانتخابات، لأنه بالنسبة للمحافظات الصغيرة دائرة واحدة تقسم إلى دائرة واحدة، والمحافظات الكبيرة إلى دائرتين، فبينجح رقم واحد من القائمة لو حصل على نسبة 8% من غير ما يحصل على أي أصوات نهائي، ينجح رقم واحد. تمام، هو في يعني بدون ما نخش في تفاصيل بدون تفاصيل قانونيه، هناك رد على هذا الكلام. في ماده اسمها الماده 38 تتيح اجراء الانتخابات باي نظام يراه المشرع، ومعارضه او الناس اللي هم ضد رايك بيقولوا ان هذه الماده كافيه لتحصين القانون من عدم الدستوريه، وانه بالعكس بقى ان عدم الدستوريه هو ان انت يعني النظام الفردي والمادة الخامسة من القانون الحالي هي اللي عدم، هي اللي غير دستورية. لا يا استاذ خالد، لحظة، تفضل. بالنسبة للقائمة رقم بيجيب 8% بينجح رقم واحد حتى من غير ما يحصل على أي صوت، واللي حاصل على أعلى الأصوات في آخر القائمة بيسقط. ده نجاح مبدئي ما هوش نهائي. بعدين بتحسب الأصوات على مستوى الجمهورية، الحزب اللي لم يفوز بنسبة 8% على مستوى الجمهورية تستبعد أصواته إلى الحزب الحاصل على أعلى الأصوات. ما من هنا صوتنا بيبدأ. واحد لم يحصل على أي صوت ينجح، وعلى حاصل على أعلى الأصوات يسقط، لأنه في آخر القائمة. واضح رأيك، شكرا جزيلا ليك. سالم من بريطانيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس وطي التلفزيون أسمع. أحييك الله. حياك الله. اهلا وسهلا، تفضل. ديازن المانيا، حياك الله. اهلا وسهلا. مهمه المجلس العسكري لم تنتهي بعد. يجب ان يتوجه المجلس العسكري بحكم الثقه فيه باتخاذ قرارات هامه في بناء الاقتصاد القومي ومحاوله الاكتفاء الذاتي في اعاله ابناء الامه المصريه وحمايتها، وذلك من خلال اعاده بناء القطاع العام
وتأمين المؤسسات المباعة وخاصة المؤسسات التي لها علاقة بالأمن الاقتصادي القومي. 2. إنهاء الفجوة بين المواطن والدولة من خلال تبني مشاكل وحلها وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وهذا من خلال تنشيط الضمان الاجتماعي في كل المحافظات لإعادة ترتيب حياة كبار السن والعاجزين عن العمل. طيب شكرا جزيلا، معلش هنحاول نخلي المشاركات مختصرة بسبب الضغط الاتصالات. ده كان الأخ زليازل من ألمانيا، دلوقتي الأخ سالم من بريطانيا، تفضل. السلام عليكم أستاذ خالد. السلام. إذا كان المطلوب كما يدعي بعض المتصلين إنتاج نظام سياسي يحكمه الجيش، فما فائدة هذه الثورة؟ وأين ذهبت هذه التضحيات وهذه الدماء؟ يا إخوان، الثورة نجحت بسبب توحد الشعب المصري والقوى السياسية في تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك. قبل التنحي حاول السيد عمر سليمان تقسيم الثورة عن طريق الاتصالات مع بعض الأحزاب، ولما فشلت هذه المحاولات معلش وطي التلفزيون لو سمحت، وطي التلفزيون، فنجحت. نعم، الآن يا أستاذي مشكلة الثورة هو الانقسام الحالي. هذا الانقسام هي خطة تكتيكية بكل ذكاء أدارها المجلس العسكري مع احترامنا إلى وطنية الجيش، نحن نتناقش على الأداء السياسي. ووقع في هذا الفخ القوى السياسية كالتيارات الإسلامية للأسف الشديد، وهذا ترتب عليه إضعاف المطالب الثورية للناس الذين قاموا بالثورة. إذن الحل يا أخوان لابد أن ترجعوا إلى المبادئ الأساسية، لابد أن ترجع هذه القوى لتتوحد وتتكلم مع المجلس العسكري بصوت واحد في الأمور التي يكون فيها اتفاق، مثل قانون الانتخابات. تمام، وهذا هو ما حدث يا أخي سالم، هذا هو ما حدث، أنه القوة السياسية اتفقت على مطالب محددة وقدموها للمجلس العسكري. وتأييدا لكلامك، هناك من يرى أنه فعلا لو كان الجميع اتحد من البداية وطلبوا بدستور أولا كنا الآن عندنا دستور واضح المعالم والجميع يجب أن يلتزم به، ولكن حدث طبعا انقسام، أن الناس قالوا خاصة الإسلاميين قالوا أن الانتخابات أولا، فوصلنا إلى أنه نشغلين دلوقتي على إعلان دستوري سري حتى لم يبلغ به الشعب، أو هكذا يرى هؤلاء. أم محمود من السعودية، تفضلي. بالنسبة للجيش والشعب، يعني أنا بتهيالي أنه الجيش هي كانت فرصته أنه هو أخذها، خلى الشعب هو اللي تحرك وعمل كل شيء وهو أخذ الثورة، يعني خلاص هي لإله. يعني رأيك أنه هو قفز على السلطة، أو يعني هو سرق الثورة حسب رأيك أنت؟ أيوة، من مصلحته أنه خلص من مبارك، ومن مصلحته في نفس الوقت أنه اللي عملها هو الناس وقامت وعملت الثورة وهو استولى عليها وصارت. بس يا أخت محمود، هناك تصريحات، هناك تصريحات من السيد المشير رئيس المجلس العسكري واضحة جدا، قال فيها أن الانتخابات ستجري بشفافية كاملة، معناه أن الشعب المصري هو الذي سيختار من يحكمه. إحنا مش بنعترض على المجلس العسكري لأنه هو شرف البلد، ما بنقولش فيه شيء، بس هو برضو بيلف وبيدور وهو عايز نظام معين، لأنه هو أصلا كله مفروض من برا، ومش هيخلوا الشعب يعمل إشي في أي مكان. لاحظ كل الثورات كلها ما كملت، لأنه مش تقصير من الشعوب، لا، لأنه هم اللي عادين، هم من برا هم اللي بيعملوا كل الحاجات هذه. طيب شكرا جزيلا ليكي طبعا، وإن كنا نتمنى أنه فعلا يكتمل التحول الديمقراطي في مصر لتكون نموذجا يعني كمان مرة أخرى في المنطقة العربية كلها. حامد من الإمارات، اتفضل. ألو، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك استاذ خالد؟ أهلا وسهلا بك. مشكورك على البرنامج الجميل ده. شكرا. وأنا كنت بس عايز أقول كلمة للمجلس العسكري، إن احنا اتمناها في الصورة، وكنا نتمنى إن هو يكون يعني على قدر المسؤولية. فاللي بيحصل ده يعني لا يرضي أي حد خالص، ويكون ان هو يعني للاسف لعبه السياسه، يعني لعبه انت عارف حضرتك ان السياسه ليست لها مبادئ يعني. فكان المفروض
المجلس العسكري ينأى بنفسه عن هذه المشاكل. و طب انت في رايك نعمل ايه اخ حامد؟ نعمل ايه؟ اولا القوى السياسيه تعمل ايه؟ هل فعلا يقاطعوا الانتخابات زي ما قالوا، او والشعب كمان يعمل ايه؟ هل الحل هو المليونيات؟ هل هو هذا الذي يعني والله هي المقاطعه لوحدها مش هتنفع، لانه قد يكون يقاطع بعض الاحزاب، فهيبقى في فصيل واحد ممكن يحتاج بجميع يعني الانتخابات. فالناس كلها انا براهن على حاجه واحده، الشعب بس. والشعب اللي طلع في 25 يناير ممكن يطلع تاني، ومره مره وتانيه وتالته. وده رساله ممكن بس بسيطه للمجلس العسكري، يعني اللي اسقط حسني مبارك على استعداد يسقطوه. يعني هي دي الرساله اللي عايز اقولها، وان احنا يعني لازم نعمل الواجب الوطني عند كل واحد. تمام. وهناك يعني من يؤيدون رايك ويقولون اننا بصدد ثورة ثانية في مصر الآن، أن هذه الثورة الثانية ربما تكون حتى أقوى من الأولى، لأنه الناس أو بعض الناس كما يقال يعني اكتشفوا أن الثورة سرقت ولم يستفيدوا منها بشيء. شكرا لك دكتور إبراهيم من بريطانيا، تفضل. عفوا سويسرا، تفضل. راح. دكتور محمد من بريطانيا، تفضل. ألو، تفضل. السلام عليكم. احنا بس يعني في نقطه الناس ما بتنظر لهاش في موضوع المجلس العسكري، يعني الطنطاوي لما نزل يوم واحد بس بالبدله المدنيه لوسط القاهره، ثاني يوم البورصه خسرت حوالي من 11 ل 13 مليار جنيه. استمرار يعني عمليه التطويل للمجلس العسكري في الحكم، سواء هم عاوزين مش ما يمشوش او عاوزين يمشوا، دي بتدمر اقتصاد مصر. فبالتالي عمليه يعني ان تستمر على هذا الحال، مصر هتتدمر تدميرا كاملا. لابد من اجراء كل الانتخابات بجميع الصور قبل نهايه هذا العام، وتسليم الحكم الى حكومه مدنيه، سواء رضى المجلس العسكري ام لم يرضى. على الشعب ان ينزل. بس ازاي يعني؟ معلش فهمنا حكايه رضى او لم يرضى، يعني ايه ازاي لم يرضى يعني؟ لا، اصل هو لم يرضى دول المجلس العسكري، دول 20 واحد كلهم معظمهم طلعوا المعاش من 10 سنين، هم مش لا 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 مش صحيح هذا الكلام. هم 19 عضو في المجلس وما طلعوش على المعاش، هم دول قيادات، ونحن قلنا قبل كده نحن نحترمهم جميعا، وان اختلفنا معهم في السياسه هذا شيء منفصل، ولكن ان هم مختلفين عن يعني عن الجيش، مش هم دول جيش مصر، احنا مش هنحارب جيش مصر، يعني هم قيادات جيش مصر، يعني طيب ان هم ولكن ان هم الان يعني زي رئيس جمهوريه، فبالتالي نحن ننتقد ادائهم السياسي فقط هنا. طيب في اي، قول لحضرتك اي دوله تانية في العالم بيحكمها عسكريين، بيحكمها عسكر، احنا مش 60 سنه بيحكمنا عسكر، مصر اتدمرت خلاص. هم لازم يفهموا هذا الموضوع، يعني ان احنا مش عاوزينهم يحكمونا، عاوزين يحكموا الجيش على عيننا وعلى راسنا، انما كحكم سياسي لا، لازم يتركوا الحكم برضا وبحب وبود، احسن ما يتركوه بان الناس تنزل الشوارع وميادين مصر كلها تاني. ما هو لازم مصر تنقذ. ازاي يعني اي بورصه ولا اي اقتصاد في العالم ده اللي يخسر 11 13 مليار في يوم؟ ما ينفعش هذا الكلام. مصر تقريبا ما عادش فيها فلوس، ما عادش فيها اي اقتصاد، اتخربت. ما ينفعش هذا الكلام. يعني ايه البديل؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنخش في مرحله تفتيت وتقسيم؟ يعني هم ده اللي هم عاوزينه؟ هم احنا بنفترض فيهم ناس وطنيين، واذا ما كانش الجيش وطني مين اللي يبقى وطني؟ ما ينفعش ان هم يحكمونا يعني على عيننا وعلى راسنا، ان هم يفضلهم في قياده الجيش كل حاجه، انما هم لازم يسلموا الحكم. حكايه ان هو يعمل انتخابات 6 شهور دي لم تحصل في العالم، يعني دي سبه في جبين الشعب المصري. يعني هي انه تفتح طبعا يعني الجدول هو انه سيفتح باب الترشيح يوم 12 اكتوبر، يوم 28 نوفمبر سيكون التصويت، واخر جوله من الانتخابات او الاعاده، اخر جوله اعاده ستكون 10 يناير، بينما البرلمان لن يجتمع قبل 17 مارس. يعني هنا بنتكلم على التطويل ده لزوم ايه حضرتك؟ احنا دلوقتي عندنا حكومه ضعيفه بشهاده الجميع، سواء مش موضوع ان انا اغير بقى اجيب عصام شعبان بدل عصام شرف، مش هينفع، ما فيش فيها حل، ما لهاش رجع. انت عشان تطول الفتره ديت لغايه مارس، وبعد كده تقول له ده ما اكتشفنا فيش دستور، طب 6 شهور نعمل دستور، وبعد كده طب 12 شهر نعمل رئيس جمهوريه، مش هينفع. مصر هتكون انتهت، مصر هيكون ما عادش فيها اي مؤسسة. طيب شكرا ليك، وطبعا نتمنى طبعا انه يعني ان شاء الله مصر تعدي هذه المرحله بسلامه وبامن واستقرار، رغم انه طبعا المراحل
الفترات الانتقالية في أي مكان في العالم هي دايما فترات حرجة ودايما يكون فيها مشاكل، ولكن يعني إن شاء الله يكون في مصر بدون عنف وبدون مشاكل. علي من فرنسا، اتفضل. الو، اتفضل. مساء الخير خالد. اهلا وسهلا خي. ما حصل في مصر هو انقلاب عسكري لا اكثر ولا اقل. المجلس العسكري الحاكم الان هو اخذ ارادة الشعب وهو بده يحكم، قال انا السلطة العليا وانا بحكم، بعده بحكم في قانون الطوارئ قانون مبارك. الان في مصر ما فيش امن في القاهرة، والمجلس العسكري شو بيسوي؟ يعني ما عملش اشي. المجلس العسكري رئيسه نزل قبل اسبوع ببذلة مدنية، شو هالحكي هذا؟ وقال انه جابوا له صحفي فوره، هذا لعب وضحك على الملايين اللي نزلت من اجل تغير حقيقي، تغير ديمقراطي ودولة مدنية ما يكونش فيها لا دين ولا يكون فيها مسلط واحد على الاخر. الان المجلس العسكري، لا الدولة المدنية، معلش هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. الدولة المدنية، معلش لحظة، الدولة المدنية فيها دين، بس عشان تقول معلومات غلط، يعني الدولة المدنية هي تعترف يعني بالدين كمكون ثقافي اساسي في المجتمع المدني اللي هي تمثله طبعا، ولكن ان الدين لا يكون له دور في يعني لا يستخدم في السياسة، ولكن ما فيش دولة مدنية تلغي الدين، هذا غير صحيح. وما قاله أردوغان أثناء زيارته لمصر يعني شاهد على هذا. شكرا ليك، معلش الوقت خلص، بس تعليق سريع. المتصل الأول ذكر الرئيس الراحل عبد الناصر، والأسبوع الماضي كان هنا في تأبين لنجله خالد جمال عبد الناصر الذي توفي مؤخرا، وكما حدث في مصر مصريون وعرب من كل الجنسيات حضروا التأبين، وأناس يعني خصوم لعبد الناصر ولسياساته حضروا التأبين وترحموا عليه باعتباره ابن زعيم وطني وشريف مهما اختلفوا معه، وهذا أصبح للأسف شيء نادر، الوطنية والشرف في السياسة، فترحموا عليه رغم اختلافهم مع والده. للأسف هذا هو كل ما لدينا من وقت هذا الأسبوع، ولكن نتمنى رؤيتكم الأسبوع المقبل. وهذه تحياتي خالد الشامي وتحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.